الإخبارية من قناة اليمن اليوم. قام الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه رئيس مجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى الراعي والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكة وأعضاء اللجنة العامة ياسر العواضي ويحيى دويد وكهلان مجاهد أبو شوارب بزيارة الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس للاطمئنان إلى صحته بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية جراء إصابته في الحادث الإرهابي الجبان في جامع دار الرئاسة والذي استهدف كبار قيادات الدولة برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح متمنيا له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل. من جانبه شكر الأخ صادق أمين أبو راس الزعيم علي عبد الله صالح ومرافقيه على زيارتهم الكريمة والتي تأتي في إطار حرص ومتابعة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام للقيادات المصابة في الحادث الإرهابي الجبان في جامع دار الرئاسة متمنيا له دوام الصحة والعافية. أوضح مصدر رفيع أن اتفاقيات بيع الغاز المسال التي أبرمتها اليمن مع شركتي توتال الفرنسية وكوغاز الكورية عام 2009 كانت تراعي متطلبات وظروف وأسعار السوق السائل